زيادة التواصل والتعاون بين رجال الأعمال المسلمين. لهذا الهدف افتتح أردوغان ورئيس وزرائه المؤتمر 15 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك موسياد في اسطنبول التركية، وذلك في الفترة بين 26 و30 من شهر تشرين الثاني الماضي على أرض المعارض، والتي تتميز بمساحة تبلغ 100 كيلومتر مربع وتتسع 7000 شخص. جمعية موسياد والذي انطلقت منذ عام 1995 أسستها شبكة عالمية لرجال الأعمال المسلمين من 24 دولة حول العالم، بينها 11 دولة عربية منها مصر والأردن ولبنان وفلسطين وقطر والسعودية والإمارات، 16 منظمة مجتمع مدني سورية ورجال أعمال سوريين كان لهم مشاركة بارزة في موسياد هذا العام، حيث كان لوجودهم أهمية وصفها البعض بالتعريفية للقضية السورية. آخرون قالوا إن أهمية المشاركة السورية تكمن في محاولة دمج اللاجئين السوريين بالمجتمع التركي، إضافة إلى تأمين الدعم اللازم لمشاريع في الداخل السوري بينها مشاريع إغاثية. وخلال المؤتمر الذي تصادف مع صلاة الجمعة أقيمت الخطبة بعدة لغات منها العربية والتركية والإنجليزية، دعا فيها الخطيب رجال الأعمال إلى النهوض بالأمة الإسلامية عبر الصدق بالعمل والجودة في الإنتاج. موسياد سعى المنظمون فيه إلى توطيد الأواصر بين تركيا ودول العالم في محاولة لخلق مناخ اقتصادي جديد ومستقبل أكثر تعاون وانفتاح بين تركيا ودول العالم.